بينية باتجاه بقرار، منصف بقرار يحاول المرور بالشكل رائع، بقرار بن سيارة. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة جزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمنا باللايك وبالاشتراك وبالضغط على زر التنبيهات إذا ما بدوش مشتركين، وإذا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه، وخاصة هذا الفيديو نطلب منكم تبارطاجيوه، لأنه راح نكشف واحد هذه الفئة اللي ما حبتش تحشم على روحها واللي راهم يعني حابين أن المنتخب الوطني تسود نوع من الفوضى والمشاكل، خاصة في النزوات الصحفية وفي التربصات. ما راش عاجبهم الحال كي المنتخب الوطني رجع يعمل في الهدوء اللي كنا نعرفه من قبل. أكيد أنا اليوم راح نتكلم عن هذا الصحفي المراهق اللي يخدم في قطر، تكلمت عليه سابقا، لكن يبدو أن السيد هذا ما حبش يحشم، ومع كل تربص المنتخب الوطني يخرج يبث السموم نتاعو. يخرجوا الناس يقول لكم ما تكلموناش على المدرب السابق راح وكذا، لكن الاتباع نتاعو والمقدسين نتاعو كل ما يجي تربص ويديروا مقالات ويتكلموا ويقولوا وحنا وكذا وكذا وكذا، الان ولاو يتكلموا غايضهم الحال كما جاش بشير باللومي، يتكلموا غايضهم الحال على بلايلي وبعض اللاعبين، وهما فقط بالامس القريب كان يقول لك ما تدخلوش روحكم في عمل المدرب وانتم شكون، واش من دبلومات تمتلكوا وكذا كذا، لكن الان مع هذا المدرب راهم كلهم يعني يفهموا في كرة القدم. أنا ما عنديش مشكلة، أنا أي واحد يتبع كرة القدم من حقه أنه ينتقد ويعطي رأيه، لأنه كرة القدم أنا نقول بأنه هي للشعب، هي للجمهور، هي للجمهور الرياضي، وكرة القدم من دون جمهور رياضي ما مش كرة قدم صراحة. أصلا المدرب راه يدي راتب كبير جدا، اللاعب راه يدي لاعب راتب كبير جدا، والجمهور واش يدير؟ يعني حتى الهضرة حبيتوا تسكتوا فيها في عهد المدرب السابق، الجمهور يتفرج وينتقد ويتكلم، انتم الكلام حبيتوا يعني تسكتوه، يعني المدرب يجي يدي دراهم واللاعبين يدوا دراهم ومن بعد تحبوا الجمهور يسكت؟ لا. لكن المشكل انكم لما كنتوا تكمموا الافواه سابقا والان جو تتكلموا. هذا المراهق اللي في قطر الاعلامي يبدو انه حتى طفل صغير، مش حتى مراهق، لانه كل مره يخرج يدير مقارنات مع مدرب تم اقالته منذ شهر فبراير السابق. يعني المفروض انك تتبع المدرب نتاعك وتقعد تنقل الاخبار نتاعو والانديه الاوروبيه اللي اتصلت به، والمنتخب قلنا شكون المنتخب الاوروبي اللي اتصل به الى حد الان مازال ما قلتلناش، وحتى اسماء الانديه الخليجيه اللي قلتلنا عليهم ما قلتلنا حتى اسم نادي. هذا غريب، يعني خليت امر يعني المدرب اللي تتبع فيه وتجي دير المشاكل في المنتخب الوطني وتحاولوا انكم تنوضوا فوضى في المنتخب الوطني. اصحاب اليوتيوب هذو اللي كل مره يجيبوا فلان ويجيبوا علان، كل واحد يعني كان في يعني ما نقولش انه في صف المنتخب الوطني وانما في صف المدرب السابق، لانه اللي كان يتبع المنتخب الوطني مدرب راح جا مدرب نقعدوا نتبعوا فيه نساندوا فيه، واذا اخطا راح يكون نفس مصير المدرب السابق، راح يتم اقالته. اليو سيسي هو قبل ما ندخل نتكلم لكم على هذا المراهق اللي تكلم، اليو سيسي فقط ونبدا، اليو سيسي هذا اليو سيسي هو تاريخ كرة القدم في السنغال، ما كان حتى انجاز دارته كرة القدم في السنغال يوم ما فيش اليو سيسي. السنغال راحوا الى كأس العالم 3 مرات، اليو سيسي في 3 مساهم فيهم، وحده ككابيتان ديكيب في 2002 كان هو قائد الفريق، واول مره تأهلت السنغال وتأهلت للدور الثاني لما اقصت فرنسا او حتى راحت الربع النهائي. بعد ذلك اليو سيسي اهل السنغال 2018 و2022 لعب تصفياتين تاع كاس العالم وراح ليهم، يعني ما فشلش، راح كاس العالم وتاهل للدور الثاني في النسخه السابقه. كلاعب كذلك فاز مع السنغال بكاس افريقيا ولعب نهائيين تاع كاس افريقيا اللي ربحوا واللي خسروا، ولعب نهائي وهو لاعب. يعني الانجازات تاع السنغال كامله، تاع المنتخب السنغالي كامله اليو سيسي مشارك فيهم. رغم ذلك لما تمت اقالته ولا واحد قدسه، ولا واحد عبده، ولا واحد سجد له، ولا واحد سجد له، بينما المدرب السابق ناس الى حد الان ما زالوا ساجدين، واحد منهم هذا المراهق اللي راح نقول المقاله نتاعو. غريبه جدا. اليو سيسي اسوأ نتيجه دارها هو انه خرج من الدور الثاني لكاس افريقيا وتم طرده. تعرفوا على شو معناتها طردوا؟ طردوا، تم طرد قبل التربص بيهم قالوا له تربح. شوف في 2017 في 2017 كان عنده ربع نهائي كاس افريقيا، بعد ذلك راح الى كاس العالم 2019 نهائي كاس افريقيا، 2022 بطل كاس افريقيا، وراح الى
وين الى كاس العالم في قطر وتاهل الدور الثاني، بعد ذلك خرج في الدور الثاني في كاس افريقيا. يعني أسوأ نتيجه نتاعو هي خروج من الثمن النهائي في كاس افريقيا، وتمت اقالته، سكوت ولا واحد تكلم. ان منتخب السنغالي راح يبدا عهد جديد، السلام عليكم. ما فهمتش احنا هذا التقديس، اي واحد يجي يدير انجاز بقعد وتعبده الى ما لا نهايه. ديجا لي 5 دقائق برك ديتها في المقدمه، نتكلموا بعجاله على هذا المراهق اللي راح يحب يدير فوضى في المنتخب الوطني ويختفي حول الوطنيه بمواضيع اخرى ما لها علاقه بالرياضه. هل اصبح اعلامنا الرياضي منضبط لهذه الدرجه؟ اي عدم الضغط على المدرب الوطني للاعلان عن القائمه التشكيليه، يعني قلبه راه يحرق، النار يشعل فيه لانه الهدوء عمل المنتخب الوطني، حابينها تشعل، حابينها تنحرق تنحرق، حابين يستشفوا في المنتخب الوطني باش يخرجوا ويقولوا لكم في عهد سيدنا ما كانتش هكا. غالب. دونك نعطيكم الردود الحقيقيه، هل اصبح اعلامنا الرياضي لا يقلق حتى عندما اصبح المدرب يعلن عن القائمه دقائق قليله قبل ندوته الصحفيه لمناقشتها مع رجال المهنه؟ على الاقل هو يخرج ويقابل وجهه كما عديد المدربين في العالم في الندوه الصحفيه يدير قائمه المنتخب، واذا انت راك قديم في عقلك ولا ماكش تتبع الاحداث الرياضيه هذه مشكلتك. هذه مشكلتك، يعني عدة مدرب المنتخب الأرجنتيني القائمة يعلنها في ندوة صحفية، مدرب المنتخب الفرنسي القائمة يعلنها في الندوة الصحفية. أنا جبت لك بطل العالم ونائب بطل العالم. المنتخب الألماني يعني إن كذلك القائمة يديروها قبل الندوة الصحفية وبلحظات. يعني هذا شيء طبيعي جدا وما فهمتش يعني فوش فوش. وحتى المنتخب الإسباني لويس إنريكي يعني القائمة نتاعو كان يديرها في ندوة صحفية، المنتخب البرتغالي القائمة نتاعهم كان أو ما زالوا إلى حد الآن يديروها في ندوة صحفية، ما فهمتش وين راه المشكل. أما أنه دقائق قليلة، إحنا القائمة الآن راهو يديرها يوم الخميس على الساعة 11 صباحا، أما في عهد المدرب السابق اللي راك تتكلم عليه أنا ماشي راني نذكر فيه، وإنما أنت راك حاب تدير الفوضى بذكره، راني رد عليك أنت يعني، سينو ما نتكلمش كاع المدرب السابق، لأنه رانا في عهد جديد، كان يدير القائمة أو تخرج القائمة على الوحدة تاع الليل، كان يقراها الخفافيش قبل ما يقرأها نقراها إحنا، كانت تخرج يعني على الوحدة تاع الليل، طيلتها 4 سنوات اللي فاتت القائمة تخرج الجمعة على الوحدة تاع الليل، وكأن المنتخب هذا يشجعوا الخفافيش. انا لو بريس يا جماعه كون لوجيك، يعني نعطي لك المعلومه الرسميه. نزيد نكمل واش يعني يقول لكم هذا الصحفي المراهق. هل اصبح الاعلام الرياضي عندنا غير مهتم باللغه التي يستعملها المدرب الوطني خلال ندوته الصحفيه حتى وهو يتكلم الايطاليه التي يكاد يفهمها احد، ولا ينزعجون من الترجمه الى الفرنسيه وليس الى اللغه الرسميه للدوله؟ هل اصبح الاعلام الرياضي عندنا غير مهتم بالدخول في نقاشات حاده مع المدرب الوطني عندما يستدعي لاعبا دون فريق ويستغني عن لاعب اخر في اوج عطائه؟ راح نرد عليك هذه، لانه لو كنت راجل ولو كنت فيك ريحه الرجال كنت تتكلم هذا الكلام في وقت المدرب السابق. انا ذاك الوقت كنت انتحي لك ونقول لك انت راجل، لكن انت شبه راجل لانك سكت على الحق. اذا انت تعرف باللي هذا مش حق وسكت عليه، اذا ساكت عن الحق على بالك تكملها، لانه راك تنتقد في حاجه ما كنتش تنتقدها من قبل. اما عن اللغه الايطاليه، انا ما شفت حتى صحفي ينتقد بالماضي على ندوته الصحفيه اللي كان يتكلمها باللغه الفرنسيه. سيدي يعرف الفرنسي ربي يسهل عليه، ولا واحد انتقد. وعلاش انت تتكلم على الايطاليه واللغه الفرنسيه والترجمه؟ احنا ماذا بينا يعني يكون هناك ندوه صحفيه حتى المدرب يتعلم اللغه العربيه ويتكلم بها؟ ماذا بينا؟ لكن هذا محل بث يا اخي، شعبنا ماشي شعبنا، الغالب الحال راهي فرنسا، هذا الواقع نتاعنا. احنا ماذا بينا يروح للافضل؟ ماذا بينا يروح للافضل؟ شفنا انه كانت محاوله الترجمه للغه العربيه، شفنا انه كان فيه مشكل كبير ونتمنى انه يحل هذا المشكل. هذه النقطه اللي انت اثرتها نقول نعم نقطه مليحه، لكن انا نقول بانه حق اريد به باطل، وانت ما يهمكش هذا الشيء، لانه انت ولا مره طلبت من المدرب نتاعك انه يدير ندوه صحفيه باللغه العربيه، ولا مره طلبت انه يتم ترجمه لغه المستعمر الى اللغه العربيه، اين كنت في ذلك الوقت؟ ولا مره تكلمت ايها المراهق على انه سيدك ومدربك كان امسيني باسبور تاع المستعمر، اليس كذلك؟ يعني الهويه، ام الهويه، لما نقول الباسبور راح تتكلم لي على الهويه الفرنسيه 200%. يعني الان تتكلم لي في لغه ايطاليه وترجم الى اللغه الفرنسيه، ولا مره حليت فمك على الباسبور الاحمر اللي كان مسيني به المقدس نتاعك، اين كنت؟ يتكلم على امور انت تعرف باللي مش مليحه كنت ساكت عليها في ذلك الوقت، تتكلم كذلك ما يدخلوش في نقاشات حاده يعني مع المدرب الوطني عندما يستدعي لاعبا دون فريق، او علاش؟ شكون اللي دا كاس افريقيا اللي فاتت عطال من دون منافسه؟ شكون؟ انا ولا انت؟
ولا هو؟ شكون اللي داب النصر بعد إصابة طويلة بالرباط الصليبي؟ شكون؟ شكون اللي جاب قديورة يلعب في الدرجة الرابعة بعد ما جرح عام كمان ما لعبش في مباراة مصيرية وما دخلوش، وكان عندنا مشكل في خط الوسط وما دار حتى تغيير في مباراة مصيرية اللي هي مباراة الكاميرون؟ شكون اللي جاب بن سبعيني من دون منافس، أو عفوا عطال من دون منافسة في مباراة مصيرية تاع الكاميرون راح لعبوه في الجوش؟ شكون؟ إذا هذه الأمور كانت تحصل مع مدربكم، وعلاش ما ديروش نقاشات حادة؟ لأن المنتخب الوطني ولا مرة كان هدفكم، ولا مرة كان يعني هو الهدف نتاعكم من كلامكم، وإنما الهدف نتاعكم تقديس وعبادة مدرب، صراحة يا جماعة، صراحة هذه حقيقية، الواقع والوقت يكشفكم ويفضحكم للأسف. إذا نزيد نكمل، حتى أنه يعني هناك عدة خيارات، وجاب العمري وهو ما يلعب حتى دقيقة مع ليون، جاب العمري وهو ما يلعب حتى دقيقة مع ليون وسكت. وكان ذلك في مباراة مصيرية تاع الكاميرون. لو نجي نعدد لك ونعدد لك، ومبولحي كان مع نادي عام كامل ما لعبش وكان يجيبه ويدير حارس مرمى وما حليتوش في فامكم. إذا أنتم المنتخب الوطني ولا مرة كان هدفكم. سمحوا لي طولت وصبروا علينا أعزائي المشاهدين. يقول كذلك في مقابل ذلك، يقول لك ويستغني عن لاعب آخر في أوج عطائي، دورور لما كان هداف مع فرنسا أو في الدوري الفرنسي عفوا ما كانش يستدعيه وما كانش يعطي له حتى الفرصة، وين كنتم أنتم في ذلك الوقت؟ أين كنتم؟ كان كذلك توبا في أوج عطائه في مباراة مصيرية راح حطه في الرومبلاسون وما لعبوش، وحتى عمورة كان في أوج عطائه وما لعبوش، قال له مازال صغير، وين كنتم؟ ما كنتوش، كنتوا ساجدين، كنتوا ساجدين. نزيد نكمل أعزائي المشاهدين، هل أصبح الإعلام الرياضي عندنا منبطحا وفقد شراسته في النقاش وطرح الأسئلة المثيرة للجدل لجلب المعلومة، أم أن هدوء المدرب هو سبب في ذلك؟ هدوء المدرب هو سبب في ذلك، النار ما تشعلش بين واحد هادئ وواحد شعل فيه النار، هذه حقيقة، والمدرب السابق هو من أجج النار بين الصحافة والإعلام، وروح لليوتيوب ودير كمال مهدي ينتقد أو يرد على بالماضي بعد قبل 6 سنوات. قبل 6 سنوات في بدايته بالماضي كان يستفز الصحفيين بالردود نتاعو، كان يستفزهم، لكن المدرب هذا هادئ وما يدخلش في لعبهم. أليس أنت وأمثالك من الإعلاميين اللي أنت تقول عليهم الآن هم شرسين، من قال بأن هذا المدرب كان بطال لعام ونصف؟ ألستم أنتم من قال بأن هذا المدرب يتكلم الإيطالية؟ ألستم أنتم اللي قلتوا أن هذا المدرب بيديروا له القائمة وما ردش عليها أبدا في ندوة صحفية؟ تخيل أنت المدرب السابق لو قالوا له راهم يديروا القائمة واش يدير في ندوة صحفية؟ يدير، أنا متأكد أنه يدير أمور يعني مخلة بالحياة، أنني متأكد منها. هذا سقساو على لاعب سب كان قريب يسبه، قال له أنت عندك الدوارة يا سي محمد، تقول لي المثير للجدل، وحتى انه في كلامه قال لك ما يتكلموش على اللاعبين وعلى القائمه. لا اسمح لي، بيتكوفيتش جاوب على كل الاسئله، اللاعبين الحاضرين واللاعبين اللي ما جاوش، جاوب على شايبي، جاوب على بلومي، جاوب على بالليلي، وجاوب على استدعاء حاج موسى، وجاوب على استدعاء بوعناني، وجاوب على عوده محرز، وحتى محرز اللي ما استدعاش جاوب عليه، جاوب على زروقي وعلاش راه يلعبوا، جاوب على كل اللاعبين، ولا لاعب سالوه عليه رد عليهم بطريقه مستفزه، ولا لاعب سقساو عليه قال له انت عندك دوارة ماكش تاع سبور كيفاش تسقسيني، لأن مدربك ومقدسك السابق لما سقساو على زرقان وعلاش ما ديتوش كأس إفريقيا قال له أنت عندك الدوارة ما عندكش الحق تسألني في كرة قدم، ما عندكش عطيتها فوتبالور. لما أحد الصحفيين سأله قال له نحي شوينغو من فمك وتكلم، يعني شوف كيفاش رد مستفز جدا. الآن أنا نشوف بأن المدرب هذا الآن هو مسالم، هو بروحه مسالم جاي يخدم، كل الاتهامات اللي نسبت إليه وأنت بالرد نتاعك هذا أنت تسيء إليه، لكن مش سامع بكم يديهاش فيكم ما يردش عليك، حتى لو يلحقوا له الهضره ما يردش عليك. اسمحوا لي، المقال تاعك هذا خبيث وما نزيدش نكمل فيه كثير، لكن انا راني نقول لك بانه انت الان تقوم بمهمه الشيطان، تريد ان تبث الفتنه في المنتخب الوطني، حاب الاعلام ينتفض ويسب المدرب ويشتم المدرب باش يرضيك، باش يقول اه كما كنا نتعاون مع المدرب السابق نتعاون مع هذا المدرب. انا نقول لك حاجه، وعلاش مورينيو عنده عنده يعني مشاكل مع الصحافه وغوارديولا وكلوب وغيره ما عندهمش؟ غوارديولا الصحافه تستفزه بشكل كبير، كلوب نفس الشيء، فليك نفس الشيء، لكن مدرب هادئ، مدرب عنده في راسه ليس مفلس. لكن مورينيو لما تجي تقول لي الان لماذا مفلس؟ لانه خلى كره قدم وراح تبع للصحافه، بدا يشتم في الصحافه ويدخل في الصحافه، ولانه هذا هو الباز نتاعو، لما في الملعب ولا يقدم الصفر لازم يقدم ال 20 على 20 في الندوه الصحفيه، وهذا ما كان يريد ان يقوم به صاحبك. كذب عليكم انت والمهيشرين اللي كما انت،
وضحك عليكم، لا انت خالص ما ماكش منهم، لكن الناس اللي تبعوكم مأسوف عليهم، اضحك اضحك اضحك، لكن لما جت دقيقة الأول دقيقة الحق ربي كشف وفضحه، وشفنا المستور مدرب بصفر فكرة رياضية متذيل، قارة إفريقيا مرتين على التوالي تربح علينا ونروح للجديد. أما أنت أيها المراهق انبح وانبح وانبح، فالقافلة تسير والكلاب تنبح. السلام عليكم.